بعد اختفائه والبحث عنه من قبل ذويه لأكثر من 15 يوماً، وجد مقتولاً مع دراجته في أحد بساتين بهروز. محمد الذي لم يتجاوز ربيعه 17 بحسب ما يرويه جده. يوم الخميس 27/6 طلع من البيت، طلب موتور وراح على صديقه، لأن هو يطلب صديقه مبلغ من المال. فمن ذاك اليوم هو اختفى، وإحنا اتخذنا كل الإجراءات اللازمة، تبليغ مركز شرطة والأمن الوطني، وماكو جدوى. إلى أن قبل يومين أو ثلاثة دز علينا مدير شرطة بوريز، قال يا بالوضعية كذا وكذا، وبنكم مقتول ومدفون بفلان مكان. فقيموا عليه دعوة بالمحكمة، وأكو قاضي خفار هناك موجود، ورحنا سوينا الإفادة وكملناها وتحركوا عليه، ألقوا القبض عليه بنفس اليوم. ثاني يوم طلعوا على البستان، لقوا الجثة موجودة هناك والمطور مدفون وياه. ذوو المغدور طالبوا بإنزال أقصى العقوبات والقصاص بحق الجاني، لا سيما بعد إلقاء القبض عليه من قبل القوات الأمنية، ومطالبات بمعرفة ملابسات الحادث الغائبة عنهم. حدثت مدينة معقوبة حالة غريبة جدا، أنه مقتل طفل ودفنه هو ودراجته. اليوم الجاني نعرف، وإحنا نطالب أشد العقوبات حتى يكون عبرة للآخرين. يعني ما نعرف البلد دي وين راح يوصل، شنو هذا الإجرام، تقتل طفل ودفنه هو ودراجته. يعني ما أعرف شنو الدافع اللي خلاك تسوي هذا الشيء، ما نعرف شنو. زين إحنا نطالب بأشد العقوبات على هذا الجاني وكشف كل ما يتعلق بهذه الجريمة. ويستمر مسلسل نزيف الدم في ديالى، ويأمل المواطن مع كل يوم خير، لكن على ما يبدو بأن الحلقة الأخيرة من هذا المسلسل لم تأتي بعد.